خلينا نشوف الصحافه قالت ايه على بينا. ماتش امبارح، سواء خروج اسبانيا او تاهل ايطاليا. ونبتدي طب نبتدي لجازيتا ديلو سبورت، بتقول فيستا احتفال مهرجان ايطاليا وصلت. طب نبتدي من اليمين من الماركا الاسبانيه، ماركا كونونور يعني مع الشرف. طبعا المنتخب الاسباني خلينا نبقى متفقين برضو عشان نديله حقه دكتور وليد، تسيد المباراه حتى رغم انه اتاخر بهدف، لكن منتخب قوي، منتخب متمكن، قدر يسيطر على المباراه، بيلعب منتخب من افضل منتخبات اوروبا وقدر يرجع في المباراه، لكن ضربات الترجيح طبعا يعني هي اللي رجحت فرص ايطاليا في الوصول للنهائي. الى انقضاء المباراه النهائيه ونعرف مين البطل، بالنسبه لي لويس انريكي هو افضل مدرب في البطوله لحد دلوقتي، افضل مدرب قدم كره قدم. طيب نروح لسبورت الاسبانيه برضو، انخوستو ادياس، يعني وداع غير عادل، اعتقد كده يعني الناس بتاعت اسبانيا سامعني يعني، عشان الاسباني بتاعي على قده، بس انخوستو ادياس يعني وداع غير عادل، هم شايفين ان هم اتظلموا بعدم التاهل لنهائي بطولة اليورو. هم كانوا الطرف الافضل، لكن يعني امتى مش دايما الطرف الافضل هو اللي بيفوز، وفي تفاصيل صغيره وفي الاخر الاحتكام لركلات الترجيح، قدرتك ان انت تخرج متعادل. ما دي برضو نقطه في صالحك. لاجازيتا ديل سبورت، فيستا احتفال مهرجان ايطاليا في ملعب ويمبلي في نهائي بطوله اليورو. طبعا كان يعني من زمان ايطاليا طبعا منتلف. اعتقد انه انسيني هنا حاطط صوره سبينازولا، صح؟ طبعا سبينازولا اللي ودع البطوله بسبب الاصابه. طبعا سبينازولا غيابه كان مؤثر جدا هو فلورينزي، بس سبينازولا لانه هو محور اداء روبرتو مانشيني، فغيابه فعلا كان مؤثر على منتخب ايطاليا، وقد يكون احد اسباب يعني تفوق الاسبان في المباراه طولا وعرضا. توتو سبورت، تشي ليوني او كي ليوني، الاسود الايطالي. طبعا ما يعني هم الحقيقه لعبوا مباراه عملوا ما كانش حاجه ما كانتش متوقعه في ايطاليا نفسها دكتور وليد. هم قعدوا يلعبوا تيكي تاكا من اول مباراه لحد دور الثمانيه، اول ما جم قدام بتوع التيكي تاكا راحوا راجعين بقى لايطاليا، عارف ايطاليا الخمسينات والثمانينات، ايطاليا 82. صحيح. طبعا عندنا العنوان الاخير، طبعا صوره نجم هاري كين في سبورت، لقد جعلتمونا فخورين ورسمتوا البسمة على وجوهنا وخلتونا نحلم، انجلترا حان الوقت لكي ناخذ الخطوة الأخيرة. هم لأنهم بقالهم بطولتين دلوقتي، ده ثالث، بس في البطوله دي محدش ضامن حاجه يا دكتور. لا مفيش حاجه مضمونه، وخلي بالك الدنمارك فكره في الكوره دايما كده قصص ملهمه، قصص اسطوريه، زي قصه الدنمارك نفسها في 92 دي قصه ملهمه، قصه اليونان في 2004 دي قصه ملهمه، في حتى البرتغال البطوله اللي فاتت وصعودها من النفق الضيق وبعدين تكسب البطوله قدام فرنسا على ارضها قصه ملهمه. فقد يكون قصة إيريكسون في البداية وخسارة مباراتين دي هتبقى أقوى مفاجآت البطولة، دي هتبقى بص دي حكاية هنفضل نحكيها بقى وأجيال بعدنا هتفضل تحكيها سنين طويلة جدا لو الدنمارك قدرت. وإنجلترا بقى تريحنا وما تنافسش ما تصدعناش بقى بعد كده يعني التشكيلة دي يعني وعلى ملعبهم في ويمبلي وما ياخدوش البطولة تبقى. امبارح بيسألوا كاسبر شمايكل في المؤتمر الصحفي، الصحفي بيسأله هل أنت مقتنع إن اتس كامينج هوم هترجع فعلا كرة القدم لبيتها؟ قال لهم هي من امتى راحت بيتها اصلا؟ انتوا كسبتوا البطوله امتى قبل كده عشان ترجع لكم؟ وكاسبر شمايكل بيلعب في ليستر سيتي يعني يعني الموسم الجاي الصحافه الانجليزيه لو النهارده الدنمارك فازت كاسبر شمايكل هيكون ضيف شرف في كل اسبوع. بس انت تتمناها انجلترا ايطاليا؟ اتمناها طبعا، انا الدنمارك كلنا متعاطفين معاها ولو صعدت مش هنزعل، لكن انا اتمناها علشان النهائي يبقى برضه نهائي كلاسيكي تاريخي، حاجه كده من منتخبين بريح الزمان يعني.